عقد مجمع اللغة العربية الأردني موسمه الثقافي 35 للعام الحالي بعنوان الكفاية اللغوية في مراحل التعليم العام. وافتتح رئيس المجمع خالد الكركي في حفل أقيم في قاعة عبد الكريم خليفة، وشارك فيه نخبة من الأساتذة من داخل الأردن وخارجه. رئيس المجمع خالد الكركي قال: نحن ندرك فوضى التخطيط اللغوي الذي نحاول ضبطه، ونعرف صلة ما ندرس بالهوية والإبداع والتعليم، لكننا نحتاج إلى طاقة جديدة من أجيال تناضل من أجل نصرة العربية وتستطيع توظيف التقنية لصالحها، بل وتخوض معاركها ضد من تخلوا عنها لصالح عاميتهم ومصالحهم. شخصيا ما زلت أكتشف في هذه الكتب العظيمة وهذا التراث العظيم لذة خالصة وبهجة فيها وردها وعطرها تبكي أحيانا وتهز الوجدان الشجي وتبكي عين الغريب في العربية. نصر على أن العربية هي أم الثقافة والتاريخ لأنها وعاء الحضارة، ولا نرى الثقافة مجرد شيء جامد. صحيح سيقول لنا أصدقاؤنا في وزارة الثقافة أصدقاؤنا هي غناء ورسم وشعر وتراث، هي هذا إن رغبتم، لكنها لها شرط أول في القراءة: اقرأ باسم ربك. قبل أن تقرأ أعرف ماذا تقرأ. ولها شرط ثاني: سنقرئك فلا تنسى. ولها شرط ثالث: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويستمر النسق القرآني حتى تصل إلى التفكير بأعلى. وتستمر وقائع المؤتمر حتى الاثنين، وتشتمل على مجموعة من الجلسات التي ستناقش مواضيع شتى في اللغة العربية، كما تستمر فعاليات معرض الكتاب المقام على هامش الموسم يومي المؤتمر، وتشارك فيه وزارة الثقافة وجامعات أردنية عريقة ومؤسسات ثقافية وأكاديمية عدة.